شكرا جزيلا جدا، ربنا يعوضك كل خير وتلاتشيل جميلة خالص. عايشة. نشكرك، كل سنة وانتم طيبين مرة تانية جميعا. لازلنا بنحتفل بعيد الميلاد المجيد. عايز أقول لحضراتكم إنه الكنيسة بتعتبر عيد الميلاد ده بداية الأفراح. القديس يوحنا الذهبي الفم يقول عيد الميلاد هو أب كل الأعياد. يعني عشان نحتفل بعيد القيامة مثلا أو عيد أي عيد تاني كان لازم يكون ميلاد المسيح أولا، فهو أب كل الأعياد. البابا تودروس ربنا يعني يخليه لينا بيقول إن عيد الميلاد هو بداية الأفراح، وعشان كده إحنا اخترنا الاجتماع بتاعنا النهاردة عن بداية الأفراح. كيف تكون بداية الأفراح؟ أول حاجة عشان الإنسان يكون عنده فرح حقيقي يطلع من دماغه إن الفرح مرتبط بكمية الأموال أو كمية المقتنيات بتاعة العالم. ففي قصة الميلاد المجوس اللي شافوا النجم وهم بيدرسوا الفلك دراسة دقيقة وحضروا من مكان بعيد جدا وحاملين هداياهم وكل اللي نفسهم فيه إن هم يفرحوا يشوفوا المسيح اللي النجم ده ظهر علشانه. ولكن وهم قربوا من أورشليم لقوا أورشليم مدينة منورة جدا، فانبهروا بالأنوار وقالوا لا مش معقولة بقى النجم جه في الحتة دي وغلط، إزاي بقى إن إحنا هنروح حتة تانية؟ لازم يكون المسيح هيكون في مدينة منورة زي مدينة أورشليم دي بالأضواء بتاعتها. وفعلا كادوا يضلوا الطريق وسابوا الاتجاه ناحية أورشليم ناحية بيت لحم وراحوا ناحية الأضواء. بتورينا إنه الإنسان اللي هو يكون شالو أو سطحي يكون عنده إنه أنا أفرح نفسي إزاي؟ بشوية فلوس، بشوية أضواء، بشوية مباهج، زي المجوس بالظبط لما عملوا كده والتفتوا ناحية الأضواء. ولولا محبة ربنا وعنايته بيهم لما ذهبوا وقالوا لهيرودس أين يولد المسيح ملك اليهود؟ فبعت وجاب الكتبة والفريسيين والناس اللي بيدرسوا الناموس قالوا له المسيح لما يجي هيتولد في بيت لحم. لولا الحكاية دي كانوا هيبقوا عملوا الرحلة بتاعتهم على الفاضي وما شافوش المسيح ورجعوا حزانة. الالتفات للمباهر بتاع العالم، أنا عايز أحسن بيت، أنا عايز أحسن عربية، أنا عايز أحسن لبس، أنا عايز يبقى لي منظر، كل ده مش هينتج عنه إن الإنسان يكون فرحان، لأن فرحة الإنسان حاجة في القلب راجعة مش للمباهج الخارجية. وعلى هذا المجوس أدركوا الحكاية دي، رحلتهم بدل ما كانت هتبقى رحلة بايظة وخسرانة وما فرحوش بالمسيح اتجهوا ناحية بيت لحم بمعونة ربنا، وذهبوا قدموا هداياهم لبنا ذهبا ولبانا ومرا. وكان ميلاد المسيح مصدر الفرح بالنسبة لهم، كل الفرح بالنسبة لهم نتيجة إن هم وصلوا للمسيح اللي جم مسافرين علشان. فمباهج العالم ما بتوصلش للفرح. معلمنا بولس في رسالته لأهل فيليب يقول افرحوا في الرب، يعني يكون مصدر الفرح بالنسبة للإنسان إن هو حاجات من عند ربنا تيجي تفرحه مش حاجات عالمية. فعندنا مثلا في القصة بتاعت أخاب الملك وإيزابل، طبعا أخاب كان ملك
وعنده مقتنيات كتير وعنده أراضي كتير، ولكن كان جعان عاوز أراضي أخرى. فشاف أرض الواحد اسمه نابوت اليزرعيلي، وقال له أنا عايز أخد الأرض دي. فطبعا نابوت اليزرعيلي قال ده أنا ورثه، ورث الأرض دي من أبويا، فغالية عليا. الحاجات اللي الإنسان بيورثها من باباه ومامته تبقى غالية عليه، ما يفرطش فيها. قال له أزود لك الثمن، قال له ولا أي ثمن. فيقول الكتاب إن روح بيته وكان بيبكي، أخاب الملك بيبكي حزين، إزاي إن هو عاوز حقل نابوت اليزرعيلي. طب عندك حقول كتير لكن لا تشبعه، لا تشبعه الإنسان. الإنجيل بيقول لقمة يابسة مع سلامة خير من موائد مع خصام. لو عاوز البيت عندك يكون فرحان وانت تكون فرحان، لقمة يابسة، مش مهم كمية الأكل ولا الفخامة بتاع الأكل، لقمة يابسة مع سلامة خير من موائد أنواع كتيرة. مع في خصام في البيت، أم في خصام في البيت يبقى مفيش فرح ويبقى البيت تعبان. ورجع أخاب الملك ده عمال يبكي، ومراته إيزابل دي تقول له ده أنت ما تفهمش حاجة، ده أنت اسمك أخاب وأنت خيبان فعلا، ده أنا حوري لك إزاي إن إحنا ناخد الأرض دي بتاعة نابوت اليزرعيلي. وعملت خطة، قتلت الراجل وسيحت دمه في الحقل وخدت الأرض بتاعة نابوت اليزرعيلي. وجالها إيليا النبي قال لها عمرك ما هتشوفي فرح في حياتك خالص، ومنع المطر على إنه ينزل عليهم، وعمل مجاعة وعمل متاعب جدا جدا. يعني إذا أول حاجة في بداية الأفراح عشان الواحد يخش في الدرس بتاع الفرح، الفرح ليس من المقتنيات أو من المباهج العالمية، الفرح في القلب، يعطيه ربنا كثمرة من ثمار الروح القدس. أما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام وطول أناة إلى بقية ثمار الروح القدس. فدي أول نقطة في بداية الأفراح، اللي بيبحث عن الفرح ما يبحث عن مصادر مش هتؤدي إلى الفرح، لكن يبحث عن مصادر تجيب الفرح. أول مصدر يجيب الفرح هو المسيح. المسيح مخلص العالم. لما الملائكة ظهروا للرعاة قالوا لهم إيه؟ قالوا لهم ها نحن نبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولكل الشعب. إيه بقى الفرح جاي منين؟ ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. شوف الفرق بقى من دور الرعاة ودور المجوس. الرعاة ناس بسطة، وضحوا لهم إن الفرح نبشركم فرح عظيم ولد لكم اليوم مخلص. فيبقى اللي هو شاعر بالمسيح مخلص يفرح فرح عظيم، والدب في حياته فرح هائل جدا جدا بالمسيح. طب ازاي الحكاية دي؟ كيف يكون الفرح بالمسيح؟ هو المسيح سمى نفسه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، معنيته معية ربنا مع الإنسان، هيبقى ربنا متكفل بيه. عارف لما يكون أسرة وعندهم طفل صغير، الطفل الصغير ده هم متكفلين بيه، يبقى فرحان، الولد فرحان قوي، يجيبوا له حاجات ويبسطوه آخر انبساط. أهو إحنا برضو ربنا مسؤول بينا، ربنا هو المسؤول بينا. عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، معنا يعني معناها هو اللي يوجه حياتنا، هو اللي يساعدنا، وهو اللي احنا نكون متكلين عليه. وربنا يسوع المسيح نفسه أكد على إنه بيقول أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر.
يعني المسيح مش مجرد جه عمل رسالة ومشي، لا، رسالة المسيح ممتدة، رسالة المسيح أبدية. عمل المسيح فينا مش مجرد حاجة عملها ومشي، لا، عمل المسيح ممتد في حياتنا اليومية معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. في سفر أشعياء يتكلم عن عمل المسيح الممتد في حياتنا الآن الذي يسبب فرحنا ويسبب هدوءنا. يقول إيه؟ يقول في أشعياء 9 عدد 6، يقول: يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، يعني ملك، ويكون اسمه عجيب. حتى اسم المسيح كان يرهب الشياطين. اسم يسوع المسيح مليان بالقوة، مجرد الاسم. حتى احنا عندنا في صلاة اسمها صلاة يسوع: اسم الرب برج حصين يأتي إليه الصديق ويتمنى. مجرد ما أنا أقول يا يسوع، يقول إيه عشايا؟ يكون اسمه عجيب، أبا أبديا، إلها قديرا، رئيس السلام. يعني مش عمل المسيح ده حاجة عملها في عصر الرسل وانتهى، لا، بيعمل فينا. اسمه عجيب، أبا أبديا إلى الأبد، أب لينا، إلها قديرا، هو إله، رئيس السلام. وكون المسيح إله معناها عمله دائم فينا، عمله دائم فينا داخليا. فيقول معلمنا بولس عن عمل المسيح فينا، يقول إيه؟ المسيح فيكم رجاء المجد. مش المسيح معاكم، المسيح فيكم جواكم. المسيح فيكم رجاء المجد، رجاء كل الأفراح. يعني المسيح فيكم معناها جواكم، بمبادئه، بمحبته، بتعليمه، بروحه. المسيح فيكم رجاء كل الأفراح. مش بس كده، المسيح فيكم من خلال سر الجسد والدم. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وإيه كمان؟ قال: وأنا أقيمه في اليوم الأخير. علشان كده هو المسيح هو سر فرحنا، لأنه معنا إلى الأبد، أبدي، أبا أبديا، إلها قديرا. مش الأموال والحاجات الزايلة دي، هو اللي معانا يعطينا أفراح كتير في كل مسؤولياتنا. لما نيجي في العمل معنا في العمل، يقول اشترك في العمل مع عبيدك. وانت وانتي وانا، كل واحد فينا يقول له: قبل ايديا تمد ايديك، خش قدامي في العمل، رتب لي الامور، ما تخلينيش اشتغل لوحدي، انت اللي تشتغل، وجه كل امور. يحس ان الانسان، ان المسيح جواه. وايه كمان؟ ولو انا مرضت اقول له: يا ربي انت وعدت، قلت شفيك انا، يقول الرب، مد ايديك يا ربي بلمسه الشفاء. ويحس الانسان ان المسيح جواه من جوه، اول ما يطلبه يقول: ها انا ذا، ويقدم ايديه بالشفاء على طول. علشان كده هوت انا عايز كل واحد وكل واحده يسال نفسه، نقول المسيح معاكم ولا المسيح فيكم؟ بولس الرسول في رسالته لأهل كولوسي يقول: المسيح فيكم رجاء المجد، يعني رجاء الأفراح كلها، إن المسيح يبقى فيكم. معاكم تبقى تعبير هزيل قوي، لكن المسيح فيكم بتعليمه وبسلامه وبهدوءه وبأفراحه وسر الجسد والدم اللي احنا ناخده في التناول. أصبح اتحاد المسيح بينا هو مصدر كل فرح. يقول: سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.
وتبان على الإنسان اللي هو المسيح جواه، مش جنبه، مش مسيح معاكم، فيكم. في كلوسي الأولى، كلوسي إصحاح 1 عدد 27، المسيح فيكم رجاء المجد، رجاء كل الأفراح ورجاء كل حاجة، إن المسيح يبقى جوه الإنسان. فنقطتين لغاية دلوقتي قلناهم، أن تطلع من دماغك إنه الأفراح من كثرة أموال العالم، لأن كل ما في العالم شهوة العيون وتعظم المعيشة. الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ممكن واحد يكون حاطط الفلوس بتاعته قدامه ومقتر جدا حتى على بيته، ومقتر جدا على مساعدة الفقراء، مع إن من يسد أذنيه عن صراخ المسكين يصرخ هو أيضا ولا يستجاب له. فالنقطة الأولانية إن بداية الأفراح مش في أمر مزيف زي الفلوس أو العفش أو المباهج أبدا، لكن منبع كل الأفراح إنه المسيح فيكم رجاء المجد، إنه يبقى المسيح جوايا في مشاعري وفي أفكاري وفي كل أمور حياتي يشتغل معايا فيها. وحاجة كمان مهمة، سؤال كل واحد يسأله، هو مين بيجري ورا مين؟ هل إحنا بنجري ورا المسيح ولا هو اللي بيجري ورانا؟ الحاجة العجيبة قوي إنه هو اللي بيجري ورانا، وهو عريس النفس. عارفين زي بالظبط ما يكون عريس وحابب عروسة وبيجري ورا العروسة دي. المسيح هو اللي بيجري ورانا وبيبحث عننا ويترك 99 ويبحث عن الخروف الضال. فنشوف موقفه مع بطرس الرسول ازاي، ان هو كان بيجري ورا بطرس جري. عارف يكون حد بيجري ورا واحد جري، بيجري ورا بطرس ده على ايه يا رب؟ لا 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 لا، ربنا بيجري ورانا مش احنا اللي بنجري وراه، لان هو كبير قوي واحنا صغيرين جدا جدا. الكبير هو اللي بيجري ورا الصغير. فيجي مع بطرس يخش السفينه معاه، وما كانش صياد، ما جابش اي صيد يملاله السفينه سمك. وبطرس تغير قلبه، قال له رب ده انت اله، سجد له وقال له اخرج من سفينتي لاني رجل خاطئ. مش بيقصد اخرج يعني ليترالي ان هو يخرج، لكن بيقول له ده انا ما استاهلش، ده انت يعني عملت لي كل ده. مش بس كده، يجي في بيت بطرس ويقوم حماه سمعان بطرس ويشتغل معاه. وايه رايك ان بطرس ده بعد ما انكر المسيح وقال لست اعرف الرجل قدام جارية في وقت الصلب بتاع المسيح، طب يا ربي لسه في امل؟ قال لسه في امل. دي حاجه تفرحني قوي، ان ربنا كبير قوي بيجري ورايا. ربنا كبير واب، والاب بيجري ورا عياله، وفينا ابهات وفينا امهات، مين بيجري ورا مين؟ الاب والام بيجروا ورا عيالهم. ايه رايك بقى؟ مش العكس ابدا. ف بيجري ورانا بكل طريقة. وفي الرسالة الأولى معلمنا يوحنا يقول ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا. مش إحنا اللي حبناه، ده هو اللي حبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. دي حاجة تطمني قوي، إن أنا اللي ما استاهلش، وأنا اللي كل خطية، وأنا اللي بأميل ناحية العالم، ربنا بيجري ورايا. وجري ورا بطرس ما يقس منه بعد ما بطرس أنكر المسيح وقال له تعالى أتحبني؟ ارعى غنم. كأنه رجع الرسولية تاني لبطرس. بعد كان ممكن بطرس ده ييأس، يكون عندك ولد أو بنت وبعدين الولد أو البنت ده عمل وحش في امتحان. طيب الولد عمل مش كويس في امتحان، تبقى يعني مش صح أبدا أنك تلطش فيه، under no circumstances أنك أنت تلطش فيه، under no circumstances أنك أنت تعنفه، غير مقبول نهائي.
أي نوع من أنواع العنف. فربنا يسوع المسيح بنفس الطريقة بعد ما بطرس بوظ كل حاجة وأنكر قدام المسيح، المسيح لم يهينه ولم يزدري به، ولكن قال له ارعى غنمي، يعني رجع له الرسولية بتاعته تاني. ده سر من أسرار الفرح بتاعتنا. على الأقل قلنا 3 نقط. أول حاجة طلع من دماغي إن سر الفرح في المقتنيات الأرضية، محبة المال أصل لكل الشرور. وتاني حاجة إن الفرح يجيلي من جوه، اللي هي جاية من المسيح فيكم، رجاء المجد، مش المسيح من بره، لا جواكم، يعمل من جواكم بأفكاره وكل حاجته، وده يديني الأفراح كلها. وتالت حاجة إنه حاجة مشجعة جدا إن ربنا هو اللي بيجري ورانا أكتر من إحنا بنجري وراه. هو كبير جدا وإحنا صغيرين وما نستاهلش، بالظبط زي عندنا في البيت، مهما كان الولد بيغلط أو البت بتغلط بنحضنهم ونقبلهم ونساعدهم ونشجعهم بنفس الطريقة. مهما غلطنا ربنا بيجري ورانا أكتر ما إحنا بنجري وراه. هو أحبنا أولا. وطبعا في محبة ربنا المستمرة بالطريقة دي، وهي سبب فرح لينا، إن هو المحبة بتاعته عناية بالكل، يعني مش بس بيجري ورانا، بيجري ورانا بكل أنواعنا. الفقراء يجري وراهم، وهو راعي الأيتام، وهو أبو الغلابة، ويشجع الكل، ويشجع كل بني البشر، ويعتني بكل بني البشر. طب نفترض واحد يقول طب أنا التدين بتاعي مش سليم، هل ربنا بيحبني ويعتني بيا؟ التدين بتاعي مش سليم، الإيمان بتاعي مش سليم، ربنا هيعتني بيك برضو لأنه بيحب الجميع. طب وهو الإيمان بتاع السامريين في الحالة بتاعت المرأة السامرية؟ ما السامريين دولت ملخبطين ما بين الأمميين وما بين اليهود، وحتى اليهود كانوا لا يخالطون السامريين. ولكن السيد المسيح حاجة بتطمن كل واحد فينا إنه يحب الكل، يحب الكل ويعتني بالكل. فشجع المرأة السامرية وقول لها بالصواب حكمتي، اذهبي وادعي زوجك، شوف قد إيه، وشجعها ومكث عند السامريين، مكث عندهم يومين. وكمان من محبة ربنا في المجتمع المتخلف في الوقت ده إنه عامل المرأة أحسن معاملة، وسواها بالرجل، وكرمها أحسن كرم، وكان النساء يتبعنه وينفقون عليه من أموالهن. وحتى خلى أول شخص أو شخصة يشوف القيامة كانت القديسة مريم المجدلية التي قد أخرج منها 7 شياطين. فشوف حب ربنا ده كله لكل الفئات، اليهود والأمميين والسامريين والرجال والسيدات، ويحب الكل ويعتني بالكل عناية كبيرة جدا تخليني أشعر باطمئنان. ليه ربنا هيسيبني؟ مش ممكن هيسيبني. وكمان في بداية الأفراح إن ربنا معايا طول اليوم، حتى لما الواحد ينام. سبق اتكلمنا مع بعض في النقطة دي، ترشم المخدة بتاعتك بالصليب، وترشم السرير بالصليب، وتقول شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. وتحس انك انت حضن المسيح،
وكمان الطعام والأكل، لما واحد فينا يأكل يقول له يا رب كما باركت في ذلك الزمان الآن أيضا بارك، كما باركت في الخمس خبزات والسمكتين بارك يا رب هذا الطعام. والشخص يرشم الصليب على الأكل في اعتبارك الأكل، زي ماري جرجس ما كان يرشم المية حتى مهما كانت فيها سم يرشمها بالصليب ولا تؤثر في أي حاجة. فرحان بربنا، ربنا بيشترك في كل حاجة، في نومي وفي أكلي وفي مشي. وفي القداس الإلهي نقول باركت طبيعتي فيك، يعني الطبيعة بتاعتي الضعيفة أنت باركتها، باركت عقلي، باركت تفكيري، باركت عينيا وحواسي. وأنا مش هتنازل عن كده، إنك أنت تبارك كل حاجة في حياتي، زي ما نقول في القداس الغرغوري باركت طبيعتي فيك، لأنه المسيح إيه؟ ساكن فيا، المسيح فيكم، فأنت باركت طبيعتي فيك. ورجعني للإنسانية الأولى اللي كانت تشوهت من خلال خطية الكبرياء بتاعت آدم، لكن أنت ربي رجعت لي الإنسانية بتاعتي، ووريتني إزاي هزيمة الشيطان على الجبل، التجربة حارب السيد المسيح بناسوته، حارب الشيطان وهزمه مع كل محاولات الشيطان علشان يوريني إزاي إن أنا أعيش منتصر في حياتي على الشياطين. إذن يا أحبائي، بداية الأفراح أوله بداية الاقتناع إن أنا ممشيش في طريق غلط عشان الفرح بتاعي. عايز ألم فلوس، مش هي دي. عايز مباهج، عايز مناظر، مش هي دي. بالعكس هتكون سبب تعب جدا. أمال أنا أبتدي أحصل على الفرح بتاعي إزاي؟ لما أشعر وأتأكد إن مجيء المسيح أبدي أزلي جوايا، المسيح فيكم رجاء المجد، يعني رجاء كل الأفراح، إن أشعر إن المسيح جوايا أبقى مطمئن على هذا القبيل. وبعد كده هو أشعر إن ربنا مش هيسيبني مهما غلط، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض أكثر من الثلج. إن كانت خطاياكم مهما كده أنا ما يأس جدا أبدا، لأنك أنت رب هتكون معايا، وأنت وعدت أنا معكم طول الأيام وإلى انقضاء الدهر. فلتفرح كل نفس وليفرح كل إنسان، ويعرف إن الطريق الوحيد للفرح هو الالتصاق بالسيد المسيح. مش بس الالتصاق، إن المسيح يخش جوايا، المسيح فيكم رجاء المجد لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. شكرا لمحبتكم وحسن الاستماع. لو في أي واحد أو واحدة عنده سؤال أحب أسمع. تعيش وتصلي يا أبي، كل سنة وأسك طيب. وحضرتك طيبة، شكرا جزيلا، ربنا يخليك. سلام يا أبونا، كل سنة وأسك طيب. طيبين، نصلي مع بعض. سؤال صغير أبونا، معلش. سوري أنا. اتفضل. هو بس عن النبوة بتاعت أشعياء اللي جات في سفر أشعياء، بتقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا. يعني عارف ان هي طبعا نبوة عن التجسد، والكنيسة كمان خدت يمكن من النبوة ديت في الألحان أو في مرد الإنجيل اللي هو بيقول رب المجد يدعو يا ولد. في بس بعض الناس بتبقى يعني بتبص للآية دي أو بتسمع الآية دي فمش بتبقى فاهمة يعني إيه المعنى بتاعها بالظبط، وبتقول إزاي إن أنتوا تقولوا على بليز. كمل يا أيمن. كمل يا أيمن، كمل.
اتفضل كمل. هو تليفونه فصل يتصلنا وهيدخل تاني دلوقتي. اوكي. ايوه تسوون يعني الناس بتقول بتسمع الايه دي فبتقول ازاي انتوا بتقولوا يعني على رب المجد او ربنا ان هو دعي ولدا. ما الآية دي لما أنت تبص فيها تلاقيها جزئين، الجزء الأولاني عن تجسد المسيح وإنه صار ابن بشر، والجزء الثاني عن ألوهية المسيح، يبقى إله متجسد. فالجزء الأولاني بيقول إيه؟ يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه. كل ده تجسد الكلمة، الله ظهر في الجسد. طب والألوهية بتاعته المستمرة يقول إيه؟ يكون اسمه عجيب، أدي واحد، أبا، اتنين، أبديا، تلاتة، إلها، أربعة، قديرا، خمسة، رئيس السلام. 7 حاجات على ألوهية المسيح واستمرار على عمله كإله. 7 حاجات أذكرهم. أشعياء بيقول اسمه عجيب، أبا، أبديا، إلها، قديرا، رئيس السلام. وعشان كده زي ما بقول عمله مستمر معانا ولا ينتهي. مش أعمال المسيح انتهت لما هو كان على الأرض وصعد إلى السماء، لا، لأنه اسمه عجيب، أبا، أبديا، إلها، قديرا، رئيس السلام. فالجزء الأولاني عن تجسده ابن بشر، شابهنا في كل شيء ما خال الخطية وحدها. ده الجزء الأولاني من الآية دي، أشعياء 9. والجزء الثاني عن استمرارية إلوهية المسيح وعمله معانا، أبا، أبديا، إلها، قديرا. واخد بالك؟ عشان كده استنتجت بعد كده المسيح فيكم، لأنه عمله مستمر داخليا. تمام. ماشي؟ شكرا يا سيدنا، شكرا. تعيش تعيش وتعلمنا يا سيدنا، شكرا. تعيش. نصلي مع بعض. اجعلنا مستحقين أن نادي الآب باسمك، ونقول يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، كالملك والقوة والمجد الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم. تنبيه صغير، عندنا النهاردة حفلة عيد الميلاد لل Living the Gospel Family Meeting، النهاردة من 7 مساء، والحفلة مشترك فيها أطفال كتير وشباب كتير بالإنجليزي، ومشترك فيها كبار كمان. فدي الحفلة بتاعت عيد الميلاد بتاع المجموعة الجديدة Living the Gospel Family. الحقيقة دي مش مجموعة جديدة، دي مجموعة ممتدة من الكنيسة لما كنا بنحتفل بالإنجيل المعاش. نشوفكم جميعا، وكمان انت مش تيجي لوحدك، تعال وادعو الآخرين لو بتحبهم، خليهم يدعيهم يحضروا اجتماع جميل زي ده. ربنا معاكم، امضوا بسلام، سلام الرب يكون معاكم. جزيل الشكر. Have a nice day everyone. Happy Sunday. ومرق عيد الميلاد ونتعيش. شكرا.